يعني طبعا الشيء الثاني والرهيب في الكاميرا، يعني وضع هذه أوضاع كثيرة. طبعا هنا وضع، هذا الوضع إذا اخترته يوريك مثال للصورة، هل الهدف اللي انت بيه زي كذا؟ ماذا الماكرو ترص عليه قلب لك كل السالفة ماكرو والأوضاع وزي كذا. في عندك البانوراما والثريدي. البانوراما يعطيك، لاحظوا هذا السهم، طبعا بتكون السرعة محددة على 500، يعني مثلا هنشوف يعني لو تقدر طبعا ما هي واضحة، بس انها نشوف بوضحها لياهم في صورة دبي اللي صورتها بانوراما. مثلا نبدأ من هنا، طبعا هي مع التمرين راح تعرف لها وما راح تغلط فيها. طبعا هنا لأن الزاوية ما تكفي فما أقدر أوريكم مثال حي، وراح تشوفونه في مثال حسين. شغال الآن حسين فيديو، ما قصر يعني. شغال فيديو الآن تعرض كأنها بانوراما. فيه الفلاش يجي بشكل حلو هنيك، تقدر تحطه في السير حقه، طلع طلع كذا. فلاش تركبه من هنا. طبعا فلاش مو بلازم بطارية ولا، ركبه خلاص. حتى شكله سعود رهيب، يعني يقدر يركب مع حتى في يعني شيء حلو، إذا رفعت الفلاش يشتغل، إذا نزلته خلاص ما يشتغل معك. يعني شيء حلو إنه أنت تكون متحكم فيه. يعني ارفع كذا خلاص شغال الفلاش، سكر كذا يكون سكر الفلاش. يعني لاحظوا كل شيء صغير في الكاميرا. يعني لاحظ الحين نفتح الفلاش، نحط مثلا كذا، حطينا فلاش، نوريكم النتيجة كيف. شوف النتيجة رهيبة مع انها صدفة يعني. لا شوف لأنه اشتغل فلاش البروفيشنال. مثلا الآن نشوف، نشوف اشتغل فلاش الكبير. يشتغل فلاش كبير اي حساس، مع لأن طلع نور الفلاش. الميزة الحلوة صراحة اللي فادتني كثير في تصويري الشاشة، الشاشة والزوايا اللي تتعدل عليها، حبيتها صراحة، رهيبة مرة. شو كل الكاميرا رهيبة يعني، شيء. طبعا المنافذ تجي لليو اس بي ويجي ال اتش دي ام اي. هنا طبعا زي ما قال سعود في البداية بطارية والذاكرة، وهنا حق الترايبود. خلونا نجرب المحول، نوريكم المحول وكيف نركب عليه 70 200. بيطلع شكله غريب، 70 200 البانكيك، هذه العدسة الصغيرة. نلاحظ هذه 70 200، هذا الحجم. يعني لاحظوا حتى يعني قياسا بالكاميرا ما تجي اصلا، بس انه يعني سوني قالت خل نضيف شيء ممتع في الموضوع، خلي العالم تستفيد، اللي تستعمل كاميراتنا خلها تستفيد. فهذا مو بعدتهم. هنا المشكلة انه ما ادري شو. فماذا تشوف؟ هذا المحول، ركبه بهذا الشكل. ركب المحول، طبعا لاحظوا السنسور باين. الحين ركب 70 200، يعني هي ما تجي اصلا، بس انه عشان نوريكم كيف. لاحظوا هذا الحجم. طبعا راح نتكلم عن خصائص في الكاميرا. تقدر تحط الوضع، يعني وضع التصوير انه يصيد الابتسامة، او انه يصور الطويل وما يصور القصير. طبعا مع الخصائص الاخرى اللي هي بانوراما و اتش دي ار وهذه، بس هذه حلوة جدا. مثلا الان نستعرض قدامكم كيف يصيد الابتسامة. طيب بحط لك ال، لا تبحث القائمة. كاميرا
تشغيل غالق خاص بالابتسام. طبعا الميزة موجودة في كاميرات سوني وفي جوالات سوني إريكسون، بس انه فعلها هنا كإضافة يعني. هنا تختار الابتسامة عليك كبيرة ولا عادية، قول عادية. لا تضحك، اصبر. ليه؟ ما جت ابتسامة. لا تضحك، وش السالفة؟ لا تضحك، بنوريهم شلون ما تضحك. هنا في امبير لل نحاول. اصبر يا اخوك، خلينا نستهبل عليها شوي. الحين راح نوريكم كيف الكاميرا سريعة، يعني تصور لك 7 لقطات في الثانية. يعني لاحظ الحين بيصورني، يعني الحين بيستعرضها لكم بشكل سريع، كيف طلع كأنه فيديو بطيء، يعني رهيبة جدا. راح نحطها في المقال نفسه، زي ما تلاحظين أنا قاعد أدور. لا مصور عوض الهمزاني وهو يطمر من طاس. طلعت اللقطة كأنها فيلم، إن شاء الله بنستعرضها، شوفونا إن شاء الله تحت الموضوع. إن شاء الله. أيضا فيها الفيديو فول اتش دي، حاجة حكاية صراحة. كنت حاط خاصية التركيز التلقائي، حطيت الكاميرا وبديت أصور على النفت هذا المقطع اللي تحت، انتقل الفوكس يوم وصلت لرأس النفت هذا الطلعة، على طول الفوكس انتقل تلقائي لل، يعني فيها فوكس تلقائي للفيديو. و طبعا لازم ننبهكم ان النكس 3 تصور 720p، لكن النكس 5 تصور فل اتش دي اللي هو 1080p. في ميزة حلوة صراحة ودي نتكلم عنها، اللي هي مترجمينها مقاومة ضبابية الحركة. هذه إذا عندك مكان ما فيه إضاءة مناسبة، الكاميرا هي تتولى أنها تطلع لك لقطة مناسبة على أي صيغة. شوف مثلا الآن المشهد هذا، طبعا أنا حطيت هذا، حطيتها على الخاصية، شو تصور لي هي من نفسها بالحالة، تصور 10 أو 6 لقطات. أهم شيء أنها تضبط لي لقطة مناسبة الآن تعرضها. شوف لقطة مناسبة، فوكس. يعني حاط ضبطين لك كل شيء. في ميزة بعد حلوة فيها صراحة، خاصية 3D قريبة مشابهة للبانوراما، لكن طبعا تدعمها طبعا المفروض احرك ببطء وبشكل مناسب لتصوير بانوراما. الكاميرا بالحاله هي اللي تضبط لك الاعدادات، وفي ثواني. وفي ثواني، يعني مو بلازم ترايبود، مو بلازم حامل، مو بلازم اي شيء، بس حرك صح. نقطه مهمه، الكاميرات اللي تشتريها من الخليج ومن اسيا تجيك عربي. انت كاميراتك الظاهر ما هي عربي. لا ما في. اذا اشتريت كاميرا من برا انتبه، يمكن ما تجي معك، لازم تركب لها السوفت وير العربي، عاد ما ادري كيف، مع وكيلنا اللي يوفر كل شيء. هي اخرتها انا اللي بسوي كل شيء. هذا خيار حلو اللي هو التلقائي الذكي، هذا يحدد لك انت تعطيه المشهد. يعني شوف الان العلامه اللي فوق تجي يقول لك الان تراه، شفت الآن مثلا لو بركز على الطاولة تحت يجيب لي تكبير اللي تصوير المصغرات وكذا الماكرو. الآن لو بحول على وجهك غير لي العلامة لصورة شخصية، لو بلتفت كذا يغير لي لمنظر ليلي وكذا، زي الأوتو يعني. أحسن. في يعني هي فيها أشياء كثير وتسوي لك الهواية الكاميرا، يعني بهذا الحجم، بهذا السوفتوير، بهذه الشاشة النقية، هذه الإعدادات الكثيرة، تقدر تصور أي صورة. طبعا أهم شيء أنها تصور منوال، يعني يمديك تخلي سرعة شتر 30 ثانية، يمديك يعني كأنها كاميرا احترافية. إن شاء الله يعني بنستعرض لها من تصوير حسين في دبي، يعني في صور جدا رهيبة تبين لك أن الكاميرا يعني ما لا يغرك حجمها، يعني تقدم لك مستوى جدا وكواليتي عالي بحجم تحطه في جيبك الجاكيت.
طبعا نوصل للختام وراح نوريكم الفرق. يعني هذه الدي اس ال ار اي 850 حقتي، يعني لاحظوا قد وجهي. لاحظوا هذه الفئة الجديدة الايفل، تعطيك نفس كواليتي الكاميرا هذه، ومع اعدادات يعني تساعدك في التصوير اكثر. سواء يعني مثلا انت مصور احترافي ولا مو باحترافي تمشي معك. طبعا ما تغنيك عن الفئة الكبيرة طبعا. اي ما تغني، يعني هذه الفئة الكبيرة فيها غير محدودة، انك تقدر تشبك فيها سيفت بوكس وتقدر فيها خصائص اكثر، يعني كمنول تستخدمها كمنول اكثر من هذه. وطبعا اكثر المصورين الاحترافيين انه يفضل الفيو فايندر. طبعا في اكسسوار انك تركبه هنا فوق ينقل لك الشاشه في الفيو فايندر، بس ما راح تحس بمتعتها زي مع الدي اس ال ار. لكن لاحظوا الكاميرا هذه يعني صغيره وتعطيك نفس الكواليتي، لكن يبقى انه ما تغني مع المصور احترافي، ما تغني عن الدي اس ال ار الكبيره. طبعا تخيل يا سعود الحين احصائيات، الان وصلت الاحصائيات يعني تقارير غريبه انه ارتفعت مبيعات شو اسمه الايفل على الدي اس ال ار في بعض الفئات. يعني هذا مؤشر خطير للدي اس ال ار انهم يا يجيبون شيء متميز في هذه، او ان هذه راح تجيب اللي عند الاحترافيه اللي تحطها هنا. هذا اللي بيصير ترى، ما يلزم تصغر الدنيا يعني كلها. هو اصلا مجرد انك تستخدم هذه الكاميرا يعني راح يجيك شعور انك تتعجز انك تمسك الكاميرا هذه وتصور فيها. واتمنى يعني انه يكون التقرير كامل وشامل، واتمنى من الجميع انهم يراجعون المقالي، لان المقالي راح نفصله بشكل كبير وراح تعرف الفرق بين نيكس 3 والنيكس 5، وليش انا اشتري نيكس 3 او اشتري نيكس 5. طبعا راح نعرض لكم النيكس 3 اكبر حجم وزنها اكبر عشان تحدد يعني وش الفرق، انت وش تبغى نيكس 3 ولا 5. وراح نتكلم عن الايفر الفئة الجديدة للكاميرات. يلا يعطيكم العافية.